للمزيد حول الحملة الإغاثية التي قامت بها هيئة علماء المسلمين في العراق بالتعاون مع منظمة أم القرى في مخيمات بزيبز ناحية عمارية الفلوجة بمحافظة الأنبار، ينضم إلينا الدكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى، ينضم معنا عبر الهاتف من الأنبار. مرحبا بكم دكتور. أطلقتم حملة إغاثية بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين في مخيم زيبز بعمارية الفلوجة بمحافظة الأنبار، لو يعني تطلعنا أكثر عن هذه الحملة. نعم، شكرا جزيلا. في الحقيقة تأتي هذه الحملة في سياق الحملات المتواصلة والمستمرة لمنظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية في دعمها للنازحين في مخيمات النزوح. وهذه الحملة التي نظمتها المنظمة في منطقة عملية الفلوجة في منطقة بزيبز تحديدا، حيث تسكن العوائل النازحة من منطقة أو ناحية جرف الصخر. ويضم هذا المخيم الكبير أكثر من 1100 عائلة نازحة موجودة في ضمن هذا المخيم الكبير. وقدمت المنظمة كمرحلة أولى لقسم كبير من هذه العائلات، وبلغت العائلات المستفيدة من السلات الغذائية التي قدمتها المنظمة 570 عائلة نازحة موجودة في هذا المخيم. وإن شاء الله هناك المرحلة الثانية لنكمل العدد الكلي لتوزيع هذه السلات الغذائية التي يحتاجونها، ونحن كمنظمة مستمرين معهم في التواصل مع حاجاتهم، حيث يعيشون ظروفا صعبة في ظل أجواء الشتاء البارد. فكنا قد قدمنا لهم حملات سابقة، البطانيات والمنح المالية، وتأتي هذه الحملة استجابة للمناشدة التي قد أطلقوها في خلال الأيام القليلة الماضية. أوضاع العوائل النازحة في هذه المنطقة في ظل شتاء بارد وقارس وأوضاع صعبة جدا بعد 7 سنوات من تهجيرها من مناطقها في جرف الصخر، إلى أي مدى أثرت الظروف الاقتصادية وكذلك الظروف الصحية على هذه العوائل في ظروفهم في المخيمات؟ بالتأكيد نحن استمعنا إلى معاناتهم في الحقيقة، واطلعنا على أوضاعهم المعيشية الصعبة في هذه الخيام في الصحراء. وهذه الخيام التي يعني تحتضنهم منذ أكثر من 7 سنوات، وهم نازحون ومهجرون في هذه الخيام، وهذه الخيام ما عادت تأويهم ولا تحميهم من برد الشتاء والأمطار. وطبعا في تقصير واضح من الجهات المعنية بمتابعة شؤون هؤلاء النازحين، وأيضا في تباطؤ أيضا و تراجع في النشاط الإغاثي الإنساني من أغلب المنظمات الإغاثية والإنسانية التي كانت ناشطة في فترات سابقة. والوضع الاقتصادي في البلد بالتأكيد يؤثر سلبا في وينعكس سلبا على هؤلاء النازحين في مخيمات النزوح، حيث لا يجدون إلا الدعم القليل واليسير من المنظمات والمحسنين في التواصل معهم والاطلاع على اوضاعهم المعيشيه الصعبه. فهم بحاجه يعني دائما يؤكدون نحن هناك يعني ما تصلهم الا كل 3 اشهر تصلهم الحصه التمويليه من وزاره الهجره، وقالوا نحتاج الى مزيد من الدواء والغذاء، ونحتاجون الى الوقود التدفئه. ونحن بالمناسبة كانت منظمة حاضرة معهم ووزعت لهم الوقود التدفئة خلال الشهر الماضي. فهم بحاجة، أوضاعهم المعيشية صعبة وتزداد سوءا مع تزايد قساوة الظروف المناخية، ولا سيما في هذه الأيام حيث الأمطار الغزيرة في تلك المناطق، ولا يؤويهم إلا هذه الخيام البالية. فهذه فرصة حقيقة أن نناشد الكثير من المنظمات بالعودة إلى نشاطهم والنظر بعين الرحمة إلى هؤلاء النازحين والوقوف على حاجتهم وتلبية ما يستطيعون ويقدموا ما يمكن تقديمه لهم في ظل هذه المحنة الإنسانية. نعم، الدكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى، كنت معنا عبر الهاتف من الأنبار، شكرا جزيلا لكم.